هلو، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الدلو. رح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب نوايا وإلى ما ستؤول علاقتكما. رح نشوف مستقبل العلاقة، كذلك رح أتحدث عن الناس العزاب اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم. رح نكشف بأوراق التاروت شو رح يطلع لكم، هل في شخص جديد بحياتكم؟ وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني. اللي بدي نوه عليه على انه هذه القراءة تقبل ان تكون عكسية، كل ما ادخلنا او اشركنا شخص اخر بالقراءة فهي تحتمل ان تكون عكسية. كذلك يعني هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. إذا حسيتوا أن هذه القراءة لا تشملكم فحاولوا تشوفوا الفيديوهات الثانية. رح أحاول أكشف لك يا برج الدلو شو رح يطلع لك. بيطلع عندي يا برج التالو على انه انت طاقتك بهذا الشهر كأنه في افكار تجي عبالك، في اوهام، في ضبابية، مش فاهم موضوع ما، موضوع عنده علاقة بعلاقة حب. هذه العلاقة، علاقة الحب طولت وكتير عم تشوف على انه مش ثابتة ابدا، كأنه هذا الشخص كل مرة عم يروح ويجي يطلب منك سماح، بس ما عم تشوف في تغيير، ما عم تحس انه هذه العلاقة تتطور. مش يعني ما عطيك وقت انه تبتعد عنه ولا يعني تضل معه، كأنه أنت عالق بهذه العلاقة. في بحسك يا برج التلو عالق. أما عن يعني مشاعر الحبيب أو طاقة الحبيب بهذا الشهر، عم شوفوا هذا الإنسان عم يحبك، هذا الإنسان ما نساك أبدا، هذا الإنسان عم يتذكرك، أنت جزء من أحلامه. هذا الإنسان عم يشوف فيك أو يظن على أنه أنت جزء من أحلامه، بده يكمل معك الحياة. ممكن يكون هذا الشخص يا إما برج الجوزاء أو برج السرطان أو أنت كذلك، لأنه في كتير طاقة برج الجوزاء أو سرطان برج الأسد في الطاقة الترابية والنارية، حتى الهوائية فيها والمائية، كل الطاقات يعني. عم شوف هذا الإنسان عم يتذكرك بكل لحظة، بده يكون معك، بيتذكر اللحظات الحلوة اللي يعني لساته عم يتذكرك هذا الإنسان، حتى أنت ما نسيته أبدا. عم شوف في تفكير عميق، وفي أفكار عم تجي ببالك اتركه أو روح لحدا آخر. في كتير ضبابية يعني وأفكار ما عارف أي قرار تتخذ. عم شوف مشاعرك نحو هذا الإنسان كأنه بدك تبدأ يعني تبدأ بداية جديدة مع هذا الإنسان، كأنه بدك تعطيه فرصة لهذه العلاقة. عم شوفك عم تفكر، لهيك أنا عم شوف في أفكار كتير براسك، بدك أنه تعطيه فرصة تشوفوا يعني هذه العلاقة هل ستثمر أو لا. أما هو يعني إنسان موجوع، هذا الإنسان موجوع كتير، خاصة من ناحيتك أنت يا برج الدلو. موجوع مش عارف شو يعمل، عم بحس بألم. ممكن عم بيبين هذا الإنسان على أنه شخص قوي، بيبين للعالم على أنه مش يعني، حتى ممكن يبين لك أنت يا برج الدلو على أنه مش على باله، بس على فكرة هو إنسان كتير موجوع. عم حسه مفتقدك، مفتقد أنه يكون معك ليكمل مشوار حياته.
هذا الإنسان بحس أنه أنت إذا ما كنت بحياته ولا شيء، يعني حياته ما إلى قيمة أبدا. عم حسه أنه أنت كذلك ما عم تحب فيه، يعني ما بتحب التعنت اللي بشخصيته. وشخص متعنت على فكرة شخص ممكن يكون من عنده كواكب أبراج نارية. عم شوفه هذا الإنسان أوقات يعني بقدم لك كاس الحب، وبيكون شخص بتحسه أوكي هذا الإنسان اللي بدي يكون معه. أوقات يعني بيقلب 180 درجة وبيغير آراءه وبيغير تصرفاته، ما بتحس حالك متوازن مع هذا الإنسان. كذلك على فكرة أنت بتحب فيه لأنه بتحب فيه لأنه ناجح، شخص ناجح ماديا، وحتى ممكن يكون يترأس منصب عالي، ممكن يكون كذلك من برج الميزان، وممكن يكون عنده منصب جميل، منصب عالي، ممكن حتى يكون بالقضاء، بيشتغل بالقضاء بأي أشياء تستلزم الحكم فيها. كذلك عم شوفه على أنه ما بيحب فيك على أنه أنت إنسان ما عم تسأل فيه، ما عم تسأل فيه أبدا، وما عم تكون ما عم تهتم فيه. بيشوف على أنه أنت نسيت كل هذا الحب، كل هذا الشغف بيناتكم، كيف فرد مرة نسيت كل هذا الأشياء. كذلك بحب فيك على أنه أنت إنسان بحس حاله معك كأنه في بيته، بحس بيقول في كتير كبيرة، بحس حاله مستقر معك، ما حاسس حاله أبدا. ممكن يكون بفكر أنه يتزوجك هذا الإنسان، وبيشوفك شخص تستحق أن تكون معه بالعائلة، تكون فرد بالعائلة، تحس باستقرار، تحس أنه أنت شخص يستحق أن يكون معه. بس ممكن أنتم مبتعدين عن بعض، ممكن ما بتحكوا مع بعض، وممكن كل واحد متعنت عن الآخر، وممكن كذلك تكون تحكوا مع بعض حاليا، لأنه ما عم شوف في بعض، بس عم شوف في تفكير أكثر بهذه القراءة. كل واحد عم يفكر أكثر من الآخر، يعني حتى ناويك أنت يا برج الدلو، عم شوفك بدك ترجع هذه العلاقة. يعني عم شوف أنه هذه العلاقة ممكن ماتت، حسيته أنه ماتت، بس عم تحسه أنه هيدا الإنسان الذي يستحق أن أكون معه، أن أكون بجانبه. بس ممكن هو كتير كلامه حاد، أو أنت يا برج الدلو كلامك حاد، أو كلامك سليط، أو إيه هذا السبب الذي يجعلكم تبتعدوا عن بعض. هو كذلك بيشعر على أنه في شيء حصل ما خلاكم أبدا أو يمنعه أن يكون معك. ممكن يكون موضوع العمل، وممكن كذلك يحسك أنه أنت مع شخص آخر. ممكن بحسك أنه خلاص نسيته وما عاد عم تتذكره. بحس أنه كذلك ممكن عم تتطلع على شخص آخر وبعلاقة أخرى. ممكن هذا كلياته أفكار عم تجي بباله. بحس أنه هذا الإنسان خلاص سكر الباب علي. ممكن أنت يا برج الدلو شخص كلامك سليط، وخاصة لما بتكون متعصب من هذا الإنسان بتقله كلام جارح أوقات. ممكن هذا الشيء الذي يجعله أنه بفكر 100 ألف مرة على أنه يحكي معك أو ما يحكي معك. هل في عودة أو مستقبل العلاقة؟ عم شوف رح تضلوا يعني وقت مبتعدين عن بعض، بس بتفكروا ببعض. عم شوفكم كل واحد رح يهتم بعمله ورح يهتم بنجاحاته، بس رح تضلوا تفكروا ببعض. عم شوف في تخاطر بينك وبين هذا الإنسان. بدكم ترجعوا العلاقة إلى ما كانت إليه، أو أحسن ما كانت إليه. بس كل واحد عنده كبرياء عالي، ما بيسمح للآخر إنه ترجعوا لبعض. اوكي، رح احاول احكي عن كذلك حتى
الأشخاص اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم، وخاصة العزاب. أنا عم شوف يا برج الدلو أنه في شخص جديد قادم بحياتكم، ممكن كنتوا تنتظروه يعني من مدة، أو كنتوا تحلموا فيه، يعني كأنه هذا الإنسان اللي كنتوا عم تحلموا يكون معكم. يعني فيه مواصفات الشاب اللي بتحلموا فيه، ممكن حتى كذلك يكون من برج الميزان. نصيحة التاروت لإلكم أنه تدرسوا منيح هذه العلاقة، أنه تحاولوا ما تكونوا مستعجلين بهذه العلاقة، تكونوا كتير حكيمين وتحاولوا تدرسوا الأمور بشيء من الحكمة والثبات، تشوفوا هل هذا الشخص يصلح لي أو لا يصلح لي قبل ما تدخلوا لكتير أشياء أو لمراحل متطورة بالعلاقة. على فكرة هذه العلاقة علاقة كارمية. العلاقة كارمية مو بالضرورة أنه تكون فقط يعني علاقة يعني عابرة، ممكن تكون علاقة كارمية تتعلم منها دروس، وممكن كذلك تكون علاقة كارمية رح ترجع وتعيد نفسها لحد ما تحسنوا العلاقة، لحد ما تلاقوا حل العلاقة. رح يضل هذا الإنسان رح يرجع لك ويعيد ويرجع لك وتتخاصموا ويرجع لك لحد ما تلاقوا حل بيناتكم، يا أما تبتعدوا عن بعض يا أما تكونوا مع بعض وتتصالحوا، لأن العلاقة الكارمية رح تعيد نفسها مرات عدة. كمان عم شوف انه هذا الحب بيناتكم لا مشروط، في حب يعني قدري، كأنه شيء قدري يجمع بينكم بهذه العلاقة. بقول لك انه لازم تبحث عن الأشياء العميقة بفكرك، ولازم تشتغل عليها لتحصل على نتيجة نهائية، كأنه راح تمر من هذا البروسس أو من هذه المراحل لا تصل إلى الفول مون، أوكي، للقمر المكتمل. يعني لازم تبحث ما هي الإشكاليات بهذه العلاقة، لازم تبحث كذلك عن الإجابات لتصليح هذه العلاقة لتصل إلى الكونكلوجن. يا أما هذا الإنسان يصلح لي، هذا الإنسان يستحق أن يكون معي، هذا الإنسان يكون شخص يعني رح كمل حياتي معه أو رح أبتعد عنه. إذا بدكم تبتعدوا عن هذا الشخص، نصيحة مني ما تبتعدوا بنوع من التجريح منك ومنه، يعني حاولوا تخلوا العلاقة أكثر صحية. مثلا يا أخي أنا ما برتاح لإلك، أو أنا مش ما بلاقي حالي معك، أو مش متفقين، كل واحد يروح لحاله بشكل من الودية، لأنه رح ترجع حالة هذه العلاقة معكم يعني مرات عدة. ما رح تقدروا تبتعدوا عن بعض ولا تضلوا بهذه العلاقة. كمان هون بقول لك أنه حياتك أو الطريق تبع حياتك رح يغير لك كمان حتى العمل. أنا عم شوف في تغيير العمل، ممكن كذلك تكون هذه العلاقة كرمية من ناحية أنه هذا الإنسان رح يدلك على توجهات جديدة بالعمل أو توجهات جديدة. ممكن حتى هذه العلاقة تجعلك أنه تبتعد عن كل التفاهات، أو تحس أنه العلاقات ما تستحق أنه أعطيها كل اهتماماتي، وتنصب اهتماماتك أكثر للعمل. ممكن تكون هي علاقة كرمية لتوجهك للعمل أكثر، لتوجهك لأشياء أخرى أكثر من هذه العلاقة. يعني العلاقة الكرمية بس هي درس لازم تحصل عليه
لا تصل إلى شيء آخر. هذا كل شيء. لبرج الدلو بتمنى لكم كل الخيرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد بحطه بهذه القناة، وشكرا لكم.